إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الإخلاص هو حقيقة الدين ومفتاح دعوة المرسلين. قال سبحانه: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، يعني ريحها يوم القيامة. رواه أبو داود. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا. أحبتي، قد يقول قائل: ما هو الإخلاص الذي يأتي في الكتاب والسنة وفي استعمال السلف الصالح رحمهم الله؟ فأقول: لقد تنوعت تعاريف العلماء للإخلاص، ولكنها تصب في معين واحد، ألا وهو أن يكون قصد الإنسان في حركاته وسكناته وعباداته الظاهرة والباطنة خالصة لوجه الله تعالى، لا يريد بها شيئا من حطام الدنيا أو ثناء الناس. قال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد بن حنبل، سألته عن النية في العمل، قلت: كيف النية؟ قال: يعالج نفسه إذا أراد عملا لا يريد به الناس، أن يعالج نفسه فإذا أراد عملا لا يريد به إلا وجه الله تبارك وتعالى. قال أحد العلماء: نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا، أن تكون حركته وسكونه في سره وعلانيته لله تعالى، لا يمازجه نفس ولا هوى ولا دنيا. عباد الله، إن شأن الإخلاص، إن شأن الإخلاص مع العبادات بل مع جميع الأعمال حتى المباحة لعجيب جدا. فبالإخلاص يعطي الله على القليل الكثير، وبالرياء وترك الإخلاص لا يعطي الله على الكثير شيئا، ورب درهم سبق 100,000 درهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يكمل فيه إخلاصه وعبوديته لله، فيغفر الله به كبائر الذنوب، كما في حديث البطاقة. وحديث البطاقة كما أخرجه الترمذي
وحسنه النسائي وابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، ثم يقال: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبك الحافظون؟ فيقول: لا يا ربي. فيقال: أفلك عذر أو حسنة فيها؟ فيقول الرجل: لا يا ربي. فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنة، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول: يا ربي، ما هذه البطاقة؟ ما هذه البطاقة وما تصنع مع هذه السجلات من الذنوب؟ فيقال: إنك لا تظلم اليوم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة. صححه الذهبي رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله: فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة، وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. قال: ومن تأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، تدخل البطاقة وتطيش السجلات، فلا يعذب صاحبها. ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار بذنوبه لقلة إخلاصه في توحيده لربه تبارك وتعالى. ومن هذا أيضا حديث الرجل الذي سقى الكلب، وفي رواية: بغي من بغايا بني إسرائيل زانية. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب ينهث يأكل الثرى من العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ فقه ماء، ثم أمسكه بفيه حتى رقى، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. وفي رواية البخاري: فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. قد ترى أن العمل بسيط، لكن خالط من العمل الإخلاص الشيء الكثير. ومن هذا أيضا ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. وفي رواية: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا، والله لأنحين هذا عن المسلمين، لا يؤذيهم. فأدخل الجنة بعمل بسيط أخلصه لله رب العالمين، كان سببا في دخوله الجنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله معلقا على هذا الحديث: حديث البغي التي سقط الكلب، وحديث الرجل الذي أماط الأذى عن الطريق، قال رحمه الله: فهذه سقط الكلب بإيمان خالص كان في قلبها فغفر الله لها، وإلا فليس كل بغي سقط كلبا يغفر لها. فالأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإجلال، إنه سر الإخلاص الذي أودعه الله قلوب عباده الصادقين عباد الله. وفي المقابل نجد أن أداء الطاعة بدون إخلاص وصدق مع الله لا قيمة لها ولا ثواب عليها، بل صاحبها معرض للوعيد الشديد. وإن كانت هذه الطاعة من الأعمال العظام كالإنفاق في وجوه الخير
والقتال بل وطلب العلم الشرعي، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمته فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء. ولقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وآخر: تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه الله بنعمته عليه فعرفها، قال: فما عملت؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال: كذب، ولكن تعلمت ليقال عالم وقارئ. وقد قيل: ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار فيلقى فيها والعياذ بالله. وآخر: وسع الله عليه وأعطاه من صنوف المال فأتي به فعرفه الله نعمه عليه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ ألا أنفقت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها لك إلا أنفقت فيه، قال: كذب، ولكنك فعلت ليقال جواد. وقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. إنه الإخلاص الذي يجعل للأعمال قيمة عند الله تبارك وتعالى، فلا إنفاق ولا استشهاد ولا قراءة القرآن إلا بالإخلاص لله رب العالمين. عباد الله، من أجل ذلك فقد كان سلف بن الصالح رحمهم الله من أشد الناس خوفا على أعمالهم من أن يخالطها الرياء أو تشوبها شائبة الشرك، فكانوا رحمهم الله يجاهدون أنفسهم في أعمالهم وأقوالهم كي تكون خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. ولذلك لما حدث يزيد بن هارون بحديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، والإمام أحمد جالس، فقال الإمام أحمد ليزيد: يا أبا خالد، هذا والله هو الخناق أن تجعل عملك خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. وكان سفيان الثوري يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي في كل حين. وقال يوسف بن أصباط: تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. وقال بعض السلف: من سره أن يكمل له عمله فليحسن نيته، فإن الله عز وجل يأجر العبد إذا أحسنت نيته حتى باللقمة يأكلها. قال سهل بن عبد الله التذكري: ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب. وقال ابن عيينة: كان من دعاء مطرف بن عبد الله: اللهم إني أستغفرك مما زعمت أني أريد به وجهك، فخالط قلبي منهما قد علمت. وهذا خالد بن معدان رحمه الله إذا عظمت حلقته من الطلاب قام خلف الشهرة والرياء. وهذا محمد بن المنكدر يقول: كابت نفسي 40 سنة حتى استقامت على طاعة الله. وهذا أيوب السختياني كان يقوم الليل كله، فإذا جاء الصباح رفع صوته كأنه قد استيقظ من حينه. وكان رحمه الله إذا حدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يشتد عليه البكاء وهو في حلقته، فكان يشد العمامة على عينه ويقول: ما أشد الزكام. وهذا عبد الواحد بن زيد يخبرنا بحديث عجيب حصل لأيوب، وقد عاهده ألا يخبر إلا أن يموت أيوب إذ لا رياء حينئذ. قال عبد الواحد: كنت مع أيوب فعطشنا عطشا شديدا حتى كبنا نهلك، فقال أيوب: تستر علي؟ قلت: نعم، إلا أن تموت. قال عبد الواحد: فغمز أيوب برجله على حراء فتفجر منه الماء، فشربت حتى رويت وحملت معي. كانت بينهم وبين الله أسرار، لو أقسم منهم على الله أحد لأبره إلا لإخلاصهم
وصدقهم مع ربهم تبارك وتعالى. وقال أبو حاتم: لا يحسن عبد فيما بينه وبين ربه إلا أحسن الله ما بينه وبين العباد، ولا يعور ما بينه وبين الله إلا أعور الله ما بينه وبين العباد. ولمصانعة وجه واحد أيسر من مصانعة الوجوه كلها. هذا داود بن أبي هند يصوم 40 سنة لا يعلم به أهله. كان له دكان يأخذ طعامه في الصباح فيتصدق به، فإذا جاء الغداء أخذ غداءه فتصدق به، فإذا جاء العشاء تعشى مع أهله 40 سنة وهم لا يدرون بصيامه. وكان رحمه الله يقوم الليل أكثر من 20 سنة ولم تعلم به زوجته. سبحان الله، انظر كيف ربوا أنفسهم على الإخلاص وحملوها على إخفاء الأعمال الصالحة. فهذه زوجته تضاجعه وينام معها، ومع ذلك يقوم 20 سنة أو أكثر ولم تعلم به وبقيامه. أي إخفاء للعمل كهذا، وأي إخلاص كهذا، وأي أسرار كانت بينهم وبين الله. فأين بعض المسلمين اليوم؟ أين بعض المسلمين اليوم الذي يحدث بجميع أعماله؟ ولربما قام ليلة من الدهر لعلم به الأقارب والجيران والأصدقاء، ولو تصدق بصدقة أو أهدى هدية أو تبرع بمال أو عقار أو غير ذلك لعلمت الأمة في شرقها وغربها. إني لأعجب من هؤلاء، أهم أكمل إيمانا وأقوى إخلاصا من هؤلاء السلف، بحيث أن السلف يخفون أعمالهم لضعف إيمانهم، وهؤلاء يظهرونها لكمال الإيمان. عجبا ثم عجبا. أوصيك أيها الغالي، إذا أردت أن يحبك الله وأن تنال رضاه، فما عليك إلا بصدقات مخفية لا تعلم شمالك ما أنفقت يمينك، فضلا أن يعلمه الناس. وما عليك إلا بركعات إمامها الخشوع وقائدها الإخلاص، تركعها في ظلمات الليل بحيث لا يراك إلا الله ولا يعلم بك أحد. فلما أخفوا أعمالهم أخفى الله لهم من الأجر ما الله به عليم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إن تربية النفس على مثل هذه الأعمال لهو أبعد لها عن الرياء وأكمل لها في الإخلاص. وقد كان محمد بن سيرين رحمه الله يضحك في النهار حتى تدمع عينه، فإذا جاء الليل قطعه بالبكاء والصلاة. ومن خير الناس بكام بالنهار بكاء بالليل. فالإخلاص سر بين العبد وبين ربه، لا يعلمه ملك فيكسده ولا شيطان فيفسده. اللهم ارزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا، واجعلها خالصة لوجهك، ثوابا على سنة رسولك. آمين يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله عباد الله، ومن تقواه إخلاص العبودية لله رب العالمين. اعلموا أن الإخلاص ينافيه عدة أمور، من حب الدنيا والشهرة والشرف والرياء والسمعة والعجب. والرياء هو إظهار العبادة لقصد رؤية الناس فيحمد صاحبها، فهو يقصد التعظيم والمدح والرغبة أو الرهبة في من يرائيه. وأما السمعة فهي العمل لأجل إسماع الناس. وأما العجب فهو قرين الرياء، والعجب أن يعجب الإنسان بعبادته ويرى نفسه بعين الإعجاب. وكل هذه من مهلكات الأعمال.
وهناك أحبتي مسالك دقيقة جدا من مسالك الرياء يوقع الشيطان فيها العبد المؤمن من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر. سأذكر بعضا منها وإلا فالحديث طويل جدا عن الرياء والعجب، ولكن حسبي أن أورد لك ثلاثة من تلك المسالك الدقيقة للرياء. وهذه المسالك غالبا ما يقع فيها الصالحون إلا من رحم الله. أما أولها فما ذكره أبو حامد الغزالي حيث قال أثناء ذكره للرياء الخفي، قال: وأخفى من ذلك أن يختفي العامل بطاعته بحيث لا يريد الإطلاع ولا يصر بظهور طاعته، ولكنه مع ذلك إذا رأى الناس أحب أن يبدأوه بالسلام وأن يقابلوه بالبشاشة والتوقير وأن يثنوا عليه وأن ينشطوا في قضاء حوائجه وأن يسامحوه في البيع والشراء وأن يوسعوا له في المكان، فإن قصر فيه مقصر ثقل ذلك على قلبه ووجد لذلك استبعادا في نفسه كأنه يتقاضى الاحترام على الطاعة التي يفعلها أخفاها عن الناس، ولكنه أراد ثوابها توقيرا واحتراما من الناس. وذلك أمر يوشك أن يقع في كثير من الناس إلا من رحم الله. أما ثانيها فهو أن يجعل الإخلاص لله وسيلة لا غاية ولا قصدا، فيجعل الإخلاص وسيلة لأحد المطالب الدنيوية. وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على تلك الآفة الخفية، فكان مما قال رحمه الله: حكي أن أبا حامد الغزالي بلغه أنه من أخلص لله 40 يوما تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. قال: فأخلصت 40 يوما فلم يتفجر شيء. فذكرت ذلك لبعض العارفين فقال لي: إنما أخلصت للحكمة ولم تخلص لله تبارك وتعالى، إنما أخلصت لتتفجر الحكمة بين يديك وعلى لسانك ولم تخلص لله رب العالمين. وهذا مسلك خطير كما سمعت، وقليل من يتفطن له، والأمثلة عليه كثيرة من الواقع. فتجد بعض الناس يكثر من الأعمال الصالحة في أيام الاختبارات كصيام النوافل وقيام الليل وكثرة الصلاة والخشوع، وقلبه منعقد على أنه إذا أكثر من العبادات سيوفق في اختباره أو سيفوز بوظيفة ما. فهذا إنما أخلص للاختبارات والوظيفة وما أخلص لله رب العالمين. ومن ذلك أيضا أن يذهب بعض الناس إلى المسجد ماشيا أو يحج كل سنة أو غير ذلك من العبادات التي فيها رياضة، إنما أراد أن ينشط جسمه وما أراد وجه الله تبارك وتعالى. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء، مثل أخذ أجرة للخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة، نقص بذلك أجر جهادهم ولم يبطل بالكلية. بل اجعل مشيك وحجك وجهادك عبادة خالصة لله تعالى، وهذه الأشياء تحصل تبعا للإخلاص الذي ينعقد في القلب. أما ثالث هذه المسالك الدقيقة وهو ما أشار إليه الحافظ ابن رجب رحمه الله بقوله: ها هنا نكتة دقيقة، وهي أن الإنسان قد يذم نفسه بين الناس يريد بذلك أن يري الناس أنه متواضع عند نفسه، فيرتفع بذلك عندهم ويسقط من عين الله فيمدحونه وهو ساقط من عين الله. وهذا من دقائق أبواب الرياء، وقد نبه عليه السلف الصالح: يأتي أقوام يوم القيامة
بأعمال مثل جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اللهم اجعل عملنا في رضاك خالصا لوجهك الكريم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونستغفرك اللهم مما لا نعلم. اللهم طهر قلوبنا من الرياء وأعمال اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اجعلنا يا ربنا من الراشدين، فارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اجمع شملنا وحصتنا، اصلح ولاة امورنا، انصرنا يا قوي يا عزيز على القوم الكافرين. امنا في اوطاننا، اصلح ائمتنا وولاة امورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. يا رب العالمين انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من اجل اعلاء كلمه دينك. انصر من نصرهم، واخذل من خذلهم، قو عزائمهم، واربط على قلوبهم، وثبت الاقدام. اللهم فك اسرانا في فلسطين وفي الشيشان وافغانستان والعراق وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم هيئ لهم من امرهم رشدا، وهيئ لهم من امرهم مرفقا يا رب العالمين. اللهم عليك باعداء المله والدين من النصارى واليهود الغاصبين، ومن الشيوعيين والوثنيين والمنافقين. اللهم اشدد وطأتك عليهم، انهم لا يخفون عليك يا قوي يا عزيز يا عليم يا خبير. ربنا ظلمنا انفسنا، والا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي